تعالوا نشوف الاهلي وسان داونز في المواجهات بتاعتهم. الاهلي واجه سان داونز 8 ماتشات من قبل كده، 8 ماتشات النادي الاهلي حقق الفوز 4 مرات، وتعادلنا في 3 مباريات وخسرنا مباراه واحده. ان شاء الله ان شاء الله، ولو ان انا حته التاريخ دي ما تهمنيش قوي، ولكن الارقام ساعات ساعات بتهمني بعض الشيء. اتمنى ان شاء الله، طبعا التاريخ في صالحنا وده باين، اتمنى ان شاء الله ان التاريخ يقف معانا المره دي وتستمر الانتصارات الحمراء على فريق سان داونز ان شاء الله باذن الله. خلي بالكم النهارده دي النسخه الثالثه على التوالي اللي احنا فيها بنواجه سان داونز. قلت لحضراتكم 2019 خسرنا في جنوب افريقيا، وبعدين كسبنا هنا وهم دخلوا بفرق الاهداف طبعا، والسنه اللي فاتت احنا كسبناهم 2 هنا وتعادلنا 1-1 وكملنا وخدنا البطوله بالقضيه على حساب نادي الزمالك في النهائي. فالنهارده ان شاء الله ان شاء الله كانه فاينل، كانها كل مباراه دلوقتي بيلعبها النادي الاهلي في طريقه للمحافظه على اللقب، وان انا بسعى ان انا اخد البطوله العاشره، كل مباراه كانها فاينل كانها فاينل. بالتاكيد النسخه الحاليه كان فيها مشوار جيد للفرقتين من الادوار التمهيديه حتى مباراه اليوم. تعالوا نشوف كده مشوار الفرقتين من اول ما بداوا. تعالوا نشوف مشوار النادي الاهلي في البدايه، ادي الارقام معانا اهي. مشوار النادي الاهلي في دور ال 32 الاهلي كسب سونديب بطل النيجر 4-0 في مصر و1-0 في النيجر المباراه الاولانيه. في المجموعات بقى الاهلي كسب المريخ السوداني 3-0، وخسر من سيمبا التنزاني 1-0، وتعادل مع فيتا كلاب 2-2، وبعدين بعد كده النادي الاهلي كسب سيمبا التنزاني هنا وكسب فيتا كلاب هناك واتعادل مع المريخ السوداني وتأهل كتاني ب 11 نقطة. نادي سان داونز كسب أول 4 مباريات، هو تأهل مبكرا، كسب أول 4 مباريات. يمكن بدأ في دور ال 32 كسب في أول مباراة 3-1، وكسب في أول مباراة 2-0 بره ملعبه، وتاني مباراة على أرضه كسب 3-1، وبعدين كسب على أرضه الهلال السوداني 2-0، وكسب شباب بولوزداد بره 5-1، وكسب مازيمبي 2-1، وبعدين ده دول اول 4 مباريات اللي هي اهلته مبكرا. بعد كده اتعادل مباراه وخسر اخر مباراه على ملعبه امام شباب بولوزداد، بس كان مريح ناس كتير وبيلعبوا براحتهم وخلاص اهل اول مجموعه، فمش عايز اقول لك ما كانش مدي المباراه اهميه قوي، ولكن بيلعب براحته عادي. اللعيب اي لعيب لما بيبقاش فيه عليه ضغوط ساعات بيطلع اللي عنده حاجه كويسه، ولكن مستريح ان هو خلاص الماتش ده مش فارق معاه قوي، فايه وصل اول مجموعه مهما حصل هو اول مجموعه، فخلاص ما بتفرقش معاه قوي. ما كانوش مدين المباراه اهتمام كبير قوي عكس الفرقه الثانيه اللي كان لازم تكسب علشان تتاهل، اللي هي شباب بولوزداد الجزائري.